أول شيء تحية كتير كبيرة لكل اللي انضموا لنا هلأ لمتابعة حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا. الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم منتشر بكثرة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية، كثير منا بيسمع عنه بس ما بيعرف شو هي عوارضه. بهالحلقة حنستعرض كل التفاصيل اللي بتهمكم وأكيد بتهمنا. عن شو عم نحكي؟ نشوف سوا. موضوع حلقتنا هو الحمى المالطية. سوف نستضيف في الاستوديو دكتور جيلبير الحلو، اختصاصي في الأمراض الداخلية والالتهابات، دكتور وليد درويش، طبيب بيطري، وأميرة الحاج فرح، اختصاصية التغذية. فإذا مشاهدينا بعد ما تعرفتوا على موضوعنا لليوم أكيد عندكم أسئلة كتيرة، فإذا حبيتوا تتواصلوا معنا فيكم من خلال اتصال على الأرقام اللي عم تظهر بأسفل الشاشة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أما هلأ مثل ما عودناكم بكل حلقة خلينا نشوف شو هي آخر الأخبار الطبية. أثبتت تقارير طبية أن الشاي الأسود بيحتوي على الفلورايد مما بيساهم بمنع تسوس الأسنان، وبتشير أدلة أخرى لدور الشاي الأسود بتقليل مخاطر الأزمات القلبية وتصلب الشرايين، حسى الكلى، مرض الباركنسون وسرطان المبيض، كما أنه بيلعب دور مهم بمنع سرطان الرئة وترقق العظام وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري. لأوراق الزيتون فائدة عظيمة بالوقاية من العديد من الأمراض وحتى علاجها، لأنها بتحتوي على مضادات أكسدة قوية ومضادات حيوية ولها تأثير مضاد لنشاط الفيروسات والفطريات والطفيليات، كما أنها بتساعد بالتغلب على مشاكل الهضم وبتزيد مناعة الجسم. أشارت دراسة إلى أنه الشخص بيشعر بتحسن بعد توقف عن تناول السيجارة بعشرين دقيقة، أما الفوائد بتبدأ حسب الفترة الزمنية ومدى تأثر الجسم فيها، فبعد عشرين دقيقة بيعود القلب ليزق بمعدله الطبيعي وبينخفض ضغط الدم، بعد 8 ساعات بقل أول أكسيد الكربون بالدم وبتزداد نسبة الأكسجين لتوصل لمعدلات الطبيعية، وبعد 24 ساعة أو يوم واحد بتقل احتمالية الإصابة بذبحة صدرية. فإذا بدي ارجع اذكركم مره جديده مشاهدينا اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار حول موضوعنا لليوم ما لكم الا تتصلوا على الارقام اللي عم تظهر باسفل الشاشه حتى تطرحوا اسئلتكم مباشره على ضيوفنا، او فيكم كمان تتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. ما رح طول عليكم، نحن وانتم هلا رح نرحب بدكتور جيلبير الحلو. اهلا وسهلا فيك دكتور. كيفك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ دكتور نعرف شو هو موضوعنا، خلينا نشوف تقرير صغير عنه قبل ما نبلش. يلا. الحمى المالطية هي نوع من البكتيريا وبتصيب الإنسان وبتعيش داخل جسمه وخارجه لفترة طويلة من الوقت داخل الأنسجة المصابة والمجمدة على الرغم من سهولة القضاء عليها. بتنتقل من خلال شرب الحليب غير المغلي أو من خلال دخول البكتيريا المسببة للمرض عن طريق جرح أو تلوث غشاء الملتحمة بالعين عند التعرض لإفرازات حيوان مصاب. أما أهم أعراضها ارتفاع درجة الحرارة مع تعرق شديد وخصوصا بالليل، الصداع، ألام الظهر، ألام المفاصل، إرهاق، تعب عام، خمول، ضغط بالجسم، تضخم الكبد والطحال والغدد اللمفاوية عند تقدم المرض وأهمال العلاج. بدي رحب فيك دكتور مرة جديدة. كثير بنسمع عن الحمى المالطية بس بنعرف انه موجودة بحوض دول حوض المتوسط. نعم. والجزيرة العربية، هل موجودة بغير دول كمان؟ نعم، هلا هي موجودة بلبنان بشكل خاص، بدول البحر الأبيض المتوسط، موجودة بغير دول أوروبية إنما بنسبة أقل بكثير. يعني إذا بدنا ناخذ مثل فرنسا، وهلا بنرجع بنحكي عن الوقاية بنحكي عنه. بفرنسا كان عندهم حمى ملطية قبل بس وصلوا لأرقام كتير قليلة لأنه بينتبهوا كل البقر، معزي اتسترا اللي عندهم، إذا في أي مزرعة عندهم شك فيها بيحاصروا الموضوع، بيعالجوا الحيوانات المصابة تما تنتقل للبشر. إذا موجودة بس بنسبة أقل بكتير. إذا بدنا ننقل على دول أمريكا اللاتينية يعني ميلة المكسيك، برازيل، أرجنتين، فنزويلا إلى آخره، موجودة كمان بس بحمى أقل. كل البلدان المتطورة، أمريكا الشمالية، أوروبا، البلدان المتطورة مبدئيا مش موجودة لأنه في سبل وقاية يعني متواجدة بمناطقنا أكثر لأن نحن ما بننتبه، لأنه ما عندنا سبل الوقاية اللازمة. يعني إذا بدنا ناخذ مثل نحن ولا بنحكي عنه وكيف تنتقل،
لنفترض نحن عندنا مزرعة حيوانات بمنطقة بلبنان تمام نسمي، وفي هالمزرعة مصابين الحيوانات وعم يطلع منها حليب وعم ينعمل من الحليب بوزة وعم ينعمل منه جبنة وإلى آخره، وبينت أنه مصابة. أول شيء هل رح نعرف أي مزرعة؟ هل رح يتفتش؟ هل رح يروح ينفحصوا الحيوانات كلهم إلى آخره؟ يعني سبل الوقاية عندنا طبعاً إذا نعرف عم ينعمل شيء، بس بكثير حالات عم شغلة ما عم تبين وبيبينوا صح إلا ما يصير المرض والشخص هيدا ما بخبر الثاني والحكيم ما ببلغ إلى آخره. نعم، طيب دكتور ليه اسمها الحمى الملطية؟ اسمها حمى ملطية إلها كذا اسم، حتى اللي عم يسمعنا يعرف، في عندنا حمى ملطية، عندنا فيفر دو مالت بالفرنساوي، عندنا بروسيلوز، عندنا حمى المتوسط في منهم بسموها، عندنا الفيفر اوندولانت يعني الحمى اللي بتطلع وبتنزل. ليش؟ إذا بدنا نرجع بالتاريخ لل 1850 بجزيرة مالطا كان في عسكر إنجليزي، وجمعية الأطباء الإنجليز بوقتها شافوا إنه هذا العسكر بالجزيرة عم بيصير عندهم كلهم زي بيطلع عوارض حرارة ويعرقوا بالنهار ويعرقوا بالليل. كان في طبيب بوقتها اسمه ديفيد بروس، من هون بتيجي كلمة بروسيلوز نسبة لاسمه عيلته بروس كانت، وطلعت بس هيك بسموها حمى ملطية أو بروسيلوز نسبة للحكيم ديفيد بروس ونسبة لجزيرة مالطا بوقتها، لأنه أول شيء بلش تبين هونيك 1850 1887 تأجى الأطباء وبلشوا يكتشفوا هالبكتيريا، ونرجع بنحكي اذا بدك بالتفاصيل عنها. طيب دكتور فيك تعرفنا نحن والمشاهدين بطريقه علميه شو هي الحمى الملطيه؟ الحمى الملطيه هي مرض ناتج عن بكتيريا او عن جرثومه اسمها البروسيلا. هاي الجرثومه في كذا نوع منها، يعني تما نفوت بالاسامي بس اذا في ناس حابه تعرف، في شيء اسمه بروسيلا ابورتوس ميليتنسيس سويسوكانس، هو الاربعه اكثر شيء معروفين. هيدي بكتيريا بتسبب المرض. البكتيريا من وين بتجي؟ هاي بكتيريا مثل ما بتصيب الانسان بتصيب الحيوان وبتنتقل، بتجي اصلا من الحيوان، بتجي اصلا من الحيوان عند الانسان. تنطمنون البكتيريا ما بتنتقل من انسان لانسان، بتنتقل من حيوان لحيوان داخل زيت مزرعه او زيت اسطبل، وبترجع بتنتقل من الحيوان على الانسان وجاز بتخيل. يعني اذا واحد بياكل لحمه او حليب او على اي شيء الانتقال كيف بصير؟ طبعا اذا واحد مرق على مزرعه طلع عن الحيوانات عن بعيد وفل مش رح ينقدم. كيف تنتقل؟ في كذا شخص معرضين ينتقلوا، بدنا نقسمهم. عندنا الاشخاص اللي بيشتغلوا بالمزارع، يعني شخص بيشتغل بالمزارع عنده احتكاك مع الحيوان بشكل مباشر او غير مباشر، يعني بينظف الاسطبل، بيتعاطى مع الحيوان، بينظف المزرعه، بيحلوب الى اخره. هيدا اول نقطه. ثاني نقطة الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمختبرات، كان مختبرات عادية أو مختبرات، يعني ممكن واحد من خلال اللمس يلقط الحمى الملطية، هي يما من خلال الجلد تفوت، اللي بيشتغلوا بالمزارع من خلال مسام الجلد مجروح فاتت من نوع الجلد بنسميها جلدية، أو من خلال الميكوز يعني من خلال العين، من خلال تنشأ، خلال التنشؤ إن كان من المنخار أو من التم، بيقدر يلقط البكتيريا بتكون موجودة بالبراز تبع الحيوان قلب المزرعه، عم بنظف الى اخره، عم بشيل الشعير الى اخره ضمن حيوانات مريضه بينتقل. هيدا الشخص اللي بيشتغلوا بالمختبرات عم يتعاطوا مع دم ملوث، مع اللي بيفحصوا الحليب بيفحصوا اتسترا، الاشخاص اللي بيشتغلوا بهذا المجال، وثالثا اشخاص مثلي ومثلك يلي عم ياكلوا ويشربوا. هلا هون مشتقات الحيوان، مشتقات الحيوان، هون المشتقات الحيوانية كثير بدنا نلاقي، بدنا نفصل. الحليب المغلي او الباستوريزي، بس نقول جبنة باستوريزي، البكتيريا بتموت، الحرارة العالية بتقتل البكتيريا. انما الحرارة الواطية يعني 4 و5 درجات فوق الصفر، حليب بالبراد، حليب بالثلاجة، بوظة، ما بتقتل البكتيريا. بالعكس بينت الدراسات انه هيدي البكتيريا تقدر تعيش لحد 4 اشهر بالحليب المسقع. إذا تناولنا حليب ملوث، يعني بعد الأربع أشهر بتروح؟ بعد الأربع أشهر بتقدر تموت، بس عم نحكي بأربع أشهر يعني. يعني بيكون الحليب هو انتهت صلاحيته. انتهت صلاحيته، نفترض إنه حليب واحد أخذ بوزة لنفترض، والبوزة ملوثة، 3 أشهر البوزة اشتريها وأخذها وملوثة، رح يلقط الحمى الملطية. من هون إذا أخذنا حليب مغلي أو مفور أو جبنة أو مشتقات الحليب، إن كان جبنة أو لبنة أو إلى آخره، حليب مغلي خطر ما عليه. هيدي نقطة. تاني نقطة غير الحليب، اللحمة النية بس بنسبة أقل، نسبة أقل من الحليب، بس كمان إذا لحمة نية
او لحم مش مطبوخه مزبوط كمان فتنا بخطر انه نلقطها. هيدي اذا نحكي عن البشر كيف بيلقطوها. نعم. طب دكتور، سبق وكنا عم نحكي، حضرتك قلت من 1850 تم اكتشاف هالمرض. نعم. خاصة مع تطور الطب وتقدمه، ليه بعد لهلا ما اكتشفوا له شيء علاج او منعوه من الانتشار؟ لا، لانه علاج له والعلاج بصحح. منعوه من الانتشار، انتشار شغله تنطبق يعني نقدر نمنعه من الانتشار، بدنا نطبقها على المزارع، بدنا نطبقها على الحيوانات، لانه يعني ما بتنتشر بين البشر. برجع بعيد، ما عندنا نحن رشح، انا عامل عوارض رشح عم بعديك او عم تعديني، شخص لقط الحمى ملطيه ما بيعدي شخص تاني. المشكله لنقدر نخفف بده ينعمل مثل الدول الاوروبيه او دول امريكا الشماليه، بده بس يبين بمزرعه فيه اي حيوان لقط حمى ملطيه دغري بيقتلوه، بيفحصوا بقيه الحيوانات، اذا جبروا يسكروا المزرعه بيسكروها، نعم عن الانتشار. هي اول نقطه. ثاني نقطه، عندهم سبل بتحميهم اكثر من هيك. مثلا اليوم بامريكا لنفترض ممنوع تفوت جبنه نون باستوريزي، كل فرماج نون باستوريزي، في كثير اجنبي بفوت بالتسميات، موجوده بفرنسا، موجوده باوروبا، بتيجي على من امريكا ممنوع تفوت، لانه في خوف من الحمى الملطيه ومن غير قصص بيمنعوها تفوت. ثالثا سلامه الغذاء، يعني اليوم الحليب عم يطلع من مزرعه كان بلبنان او برات لبنان، هل عم ينفحص مزبوط؟ هذا سؤال. هل كل الحليب عم ينفحص او عم يتاخذ عينه من اصل 100؟ وهون اكيد وزاره الصحه مشكوره جدا وعلى راس الوزير عملوا شغل كثير منيح، وان شاء الله الجهود بتضل تنعمل حتى لهون المشكله. بدك تحل، يعني لنفترض اليوم، لاعطي مثل، اليوم حضرتك لنفترض عم توجعك اجرك لانه الطاوله لاقيه على اجرك، وانت عم تاخذي دواء للوجع بدل ما تزيحي الطاوله. حل بالحمى الملطيه، بدنا نزيح الطاوله، بدنا نوصل للمشكله، ومعروفين المناطق اللي عم بيصير فيهم اصابات بالحمى الملطيه. هي اول جزء. في جزء ثاني اذا لا الجزء الثاني، الجزء الثاني الاشخاص. اليوم نحن لازم نعرف انه اذا انا عندي حليب منه مغلي ما بشربه مسقع اذا طالع من مزرعه مش مفحوصه، كثير مهمه. الوقايه يعني. اثنين، الوقايه كثير مهمه. اثنين، موضوع اللحمه، هذول الواحد ياكلها محروقه بس بيقدر ياكلها مرقه على النار اذا يعني بياكلها نيه من محل مش كثير موثوق. ثالث نقطه، للوقايه كانت تنعمل في طعم فاكسان، كان بفتره من الفترات ينعمل يعني. مش للولاد، كان عمل عند الحيوانات اكثر. بس بعدين توقف، كمان بيقدر يساعد. نعم. طب دكتور، عرفنا انه الانسان بينعاد من الحيوان، طب نعم. شو اصل هالمرض؟ كيف بينعاد الحيوان؟ حيوان، الحيوانات بين بعضها كيف تعدي بعضها؟ اذا انثى حامل من الحيوانات بتمرق البكتيريا للجنين بقلبها، بيخلق معه حمى ملطي. هي اول نقطه. ثاني نقطه، بيقدروا يقعدوا بعضهم مثل ما بيقعدوا البشر. من خلال التنشؤ، من خلال الاحتكاك الجلد او الميكوز، بيقدروا يقعدوا بعضهم. الحيوان عدد اثنين، عدد ثلاثه، عدد اربعه، مزرعه. كيف تجي هالبكتيريا من الاساس؟ من وين مصدرها؟ مصدرها الاساس الحيوان، هي موجوده بالاساس عند الحيوان، وعم تطلع من الحيوان عند الحيوان، من حيوان لثلاثة لخمسة لعشرة لمزرعة، من مزرعة بتطلع عند المزارع أو عند المستهلك. نعم. أو عند العامل بالمختبر. دكتور، في معنا أمين من لبنان بدي أسألك سؤال. نعم. أهلا وسهلا فيك أمين. أوكي، شكرا. ألو. ألو. تفضل. أيوه. مرحبا. مرحبتين، كيفك أمين؟ الحمد لله. أنا مجوز وعندي ثلاث أربع أولاد. اثنين منهم مصابين بالقصه هيدي، واحد اصابته خفيفه يعني طلعوا فحوصات. نعم. حمى المتوسطيه. نعم. شو العلاج؟ عم بياخذوا كروشانسو، غير علاج كروشانسو ما عم بياخذوا، في شيء علاج ثاني له؟ بتسالوا اي سؤال؟ بس حتى ما يصير في لغط، مصابين بالحمى الملطيه ام مصابين بحمى البحر الابيض المتوسط؟ انتبه، لانه في فرق، في حاجه شيء اسمه يعني في شيء اسمه فيافر ميديترانيان فاميليال اللي حمى البحر الابيض المتوسط. قالوا لي حمى المتوسطين لانه عندي ابن اصابته خفيفه كثير، عندي اثنين اصابته اخف، وعندي واحد اصابته اقوى. نعم، واللي عم بيصير عندهم حراره او اوجاع بالبطن او بس حراره؟ اوجاع، أو ما في حراره، اوجاع. اوجاع. وتثبت التشخيص؟ انعمل تشخيص استاذ؟ انعمل تشخيص؟ عملت تشخيص قالوا لي انه موجوده معهم الجرثومه. نعم، والتشخيص انعمل، وتاكد، اذا تاكد انه في حمى ملطيه طبعا لها علاج.
حتى اذا كان مشخصين لحمه البحر الابيض المتوسط او لفياف الميديترانيان فميال ما بدنا نخلطهم ببعضهم، اللي هيديك ناتجه عن مشكله جينيتيك وبتعمل عوارض مختلفه كليا، كمان لها علاج. يعني اذا في تشخيص وفي اختصاصي بالموضوع. شو العلاج بحاله اذا بدنا اذا حمه الحمه الملطيه حابين نحكي عليها، بنحكي ما عندي مشكل. اذا بدنا نحكي عن حمه الملطيه علاجها هي ناتجه عن جرثومه، بس نحكي جرثومه او بكتيريا بنحكي بانتيبيوتيك. هلا الحمه الملطيه علاجها انتيبيوتيك، بس بالعاده ما بنعطي انتيبيوتيك لحاله، يا اثنين يا ثلاثه مع بعضهم حسب وين الاصابه. نعم. وفتره العلاج طويله، هيدي بهمني ينتبهوا كثير اللي عم يسمعونا، ما حدا بيعالج حمى ملطيه لا بجمعه ولا بجمعتين. علاجها اكثر من جمعه. علاجها اقله 6 اسابيع الى 6 اشهر حسب وين ضاربه. وهلا اذا بدك بس نحكي عن عوارض بنقسم وبنقول الحمى السكوندير والبريمير والاخير بتفرق كثير. يعني بحاله امين بنقول له ياخذ نوع من الانتيبيوتيك. نعم الانتيبيوتيك انا برايي راجع اختصاصي بالموضوع، يتاكد انه الحكيم اللي شايف الاولاد اذا كان حكيم اطفال يكون ملم بالموضوع، اذا لا يوجهه عند حكيم اختصاصي ليتاكد انه عنده مشكله حمى ملطيه او مشكله ثانيه. نعم، طيب شو في فرق بين الحمى الملطيه وحمه البحر الابيض المتوسط؟ الفرق انه حمه البحر الابيض المتوسط منها ناتجه عن بكتيريا، هي مرض ناتج عن ميوتاسيون بنسميه، عن تغيير بجين معين، عوارضها فيها تكون شبيهه، بتعمل حراره بتعمل اوجاع بطن مختلفه كليا، وعلاجها مش بالانتيبيوتيك، علاجها بدواء ثاني ما رح افوت بالتسميات، نوع اذا بدك من الامراض الداخليه اللي ما انه ناتج عن جرثومه. هيك بس لحتى نوضح له لامين كمان. شغلتين مختلفين كليا. نعم. دكتور جبال حضرتك رح تكمل معنا للفقره الثانيه، مشاهدينا بدي ارجع اذكركم لكيفيه التواصل معنا، او فيكم تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه كرمال تطرحوا اسئلتكم مباشره على الدكتور جبال، او فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. بريك صغير ورجعين. لكم مشاهدينا ووصلنا الى الجزء الثاني بحلقه اليوم من صحتك بالدنيا، بدي ارجع اذكركم كيفيه التواصل معنا كثير هينه، اذا كنتوا حابين تطرحوا اي سؤال مباشره على ضيوفنا فيكم تطرحوه من خلال الاتصال على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه، او فيكم تتواصلوا معنا وكمان تطرحوا اسئلتكم من خلال التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. اما هلا خلينا نتوقف مع تقرير بفرجينا شو راي الناس واذا كانوا بيعرفوا شو هي الحمى الملطيه. نحن نهارنا بلش ورح نسال الناس اذا بيعرفوا عن الحمى الملطيه. يلا. بتعرف شيء عن الحمى الملطيه؟ لا والله. ابدا؟ لا قبرصيه ولا ملطيه ولا سامع شيء عن الحمى الملطيه؟ لا ابدا مش سامع شيء عنها. ما عندي فكره. ايه شو سامع عنها؟ يعني انا صار لي جمعه جاي من جنيف، بس بعرف انه هذا شيء مش كثير منيح ابدا. كثير مستعجل. حمى؟ ملطيه. سامع عنها بس ما بعرف شو هي يعني. فيك تتوقع شو هي؟ عن طريق الجبنه وهيك شغلات. اي نعم. ايه سامع فيها. بتعرفي شو هي ومن شو بتنتج؟ حراره. بعرف الانجليزي ما نسيتها. نسيتيها؟ مش كثير منيح ابدا، وهذا بتيجي على قله النظافه وقله المي وعدم الغذاء لا ولا شيء ابدا. سوري. فينا نتوقع شو هي؟ فيفر. حمى الملطيه هيدي مش جبنه. عيني عليك، خبرينا اكثر عنها اذا بتعرف. لا ما هي بتجي سبحان جرثومه بالجبنه اذا مش معقمه ومنظيفه بتعمل حمى ملطيه. يا عيني عليك، شو هالمعلومات اهو بتجنني. هيدي بتصيب الاولاد اكثر شيء، هيدي الحمى الملطيه بتصيب الاولاد كثير. هيدي شو سببها؟ معلوماتي مش كثير عليها. هي حمى عاديه، بقول الناس بقول عنها ملطيه
نوعين يعني، مثل الحصبة الألمانية والحصبة العادية. ممكن من تناول أجبان غير معدة بشكل صحيح بحيث إنها تكون يعني منقاة من الميكروبات، لأنه بتعرف بتتاخذ من البقر أو 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 أو. كيفك؟ الحمد لله. سامعة بالحمى الملطية؟ حياتي لا. حياتك لا. طيب احضرينا على الـ LBC لتسمعي عنها. اوكي اتفقنا، باي. دكتور، كنا عم نقول انه الحمى المالطية هي منتشرة اكثر شيء ببلادنا. نعم. ليه ما في توعية عليها؟ يعني اكثر شيء عم نشوف انه الناس ما بيعرفوا شو هي الحمى المالطية. الناس ما بيعرفوا يعني، وهذا يمكن موضوع لازم ننتبه له نحن، يمكن في تقصير من الجسم الطبي من ناحية المحاضرات او شيء يعني، غير المرضى المصابين. الظاهر انه الناس ما عندها كثير المام فيها، ما بيعرفوا لانه طبعا والحمد لله مش كلهم عم ينصابوا ومش كل شخص منهم مصاب. ويمكن في شغله انه الاشخاص اللي انحكى معهم، بعتقد اغلبيتهم ببيروت، اغلبيتهم بمناطق سكنيه مش بجبال. يمكن اذا هو ذاته هول الاسئله بيطلعوا بينطرحوا بمناطق الشماليه او بمناطق البقاعيه، بعتقد رح يجاوبوك اشخاص اكثر. مشان هيك نحن قد ما فينا ببرنامجنا عم نجرب نوعي العالم ويخليهم يعرفوا شو هو كل مرض. طبعا وهذا دور الاعلام اللي هو مهم جدا، التوعيه الطبيه والتثقيف الطبي المستمر. طيب دكتور، شو البيئة اللي بتساعد الحمى المالطية على الانتشار؟ البيئة مثل ما قلنا قبل، بيئة، ما بدنا نقول يعني في حدا نستعمل كلمة قلة نظافة، هي منا قلة نظافة، منه شيء له علاقة بالنظافة، قلة انتباه إذا بنقدر نقول. بيئة هي مزارع فيها مشكلة، فيها حيوانات مصابة، ما عم تنقتل الحيوانات المصابة، ما عم تنحصر الأمور، عم تطلع من المزارع أو من الحيوانات المصابة للبشر، هيدي البيئة اللي بتحبز. واحد، ثاني بيئة الأشخاص اللي ما بينتبهوا، اللي شو ما تحط له بياكل، ناي مش ناي، حليب مغلي، تفضلت مدام وقالت جبنة مش مطبوخة مزبوط، مش باستوريزي، مش طالعة عن مصدرها مزبوط، يلا معليه وقاعدين يا شباب وبناكل وشو بأثر؟ لا بقدر أثر. نعم، خلينا نتوقف شوي عند هالفكرة لأنه يوسف من أفريقيا بده يطرح عليك سؤال. نعم. أهلا وسهلا فيك يوسف. مرحبا. مرحبتين، تفضل. الو مرحبا. لو سمحت لي حابب اسال الدكتور عن حمى بحر المتوسط. تفضل، عم بيسمعك دكتور. تفضل يوسف. بدي اتمنى على يوسف انه يرجع يعاود الاتصال فينا. دكتور، مين بتصيب اكثر الحمى المالطية؟ يعني مين معرض اكثر للاصابه فيها، الاولاد ام الكبار؟ بتقدر تصيب اي عمر، من صغير، الراشد، كبير، خطيه، اي عمر بتقدر تصيب. هلا عند الصغار بشكل خاص علاجها دقيق شوي. ليه؟ لانه الادويه اللي بينعطوا دوايين، في دواء منه ما فينا نعطيه عند الصغار. اذا بدنا نستبدله بدواء غيره، كمان في دواء ثاني ما فينا نستعمله عند الصغار. صغار علاجهم شوي دقيق، لانه الادويه يعني اذا بدنا نفترض في اربع او خمس ادويه بيشتغلوا على الحمى المالطيه، في منهم اثنين ما فينا نستعملهم عند الصغار. معرضين اكثر يمكن لان مناعتهم بتكون اقل. مش قصه مناعه، يعني بجوز تكون مناعتهم منيحه، بس بجوز كمان ياخذوا ياكلوا شيء مش نظيف. شيء مصاب ومش عارفين، والولد يمكن نسبه انتباهه اقل. نفترض راح برحله، اكل ساندويتش بمحل، منه عارف، اخذ بياخذ بوزه كثير، بياكل اللحمه لو مش مستويه ما بينتبه بياكلها الى اخره، بيقدر يكون معرض. انا يعني بقدر اقول بتصيب اي فئه من المجتمع، صغير كبير، ختيار، ست، مرا، رجال، ما في تفريقه بينهم. قد ايه بتعيش الحمى المالطيه بجسم الانسان، وخاصه لحتى تبلش عوارضها وحتى نعرف انه احنا مصابين بحمى مالطيه؟ هذا سؤال مهم جدا. نحن اليوم بنلقط البكتيريا، فاتت من عن طريق الاكل او الى اخره، في كذا مرحله فيها تمروا فيها. اول مرحله هالبكتيريا بس تفوت تقطع الدم، تقطع الغدد اللمفاويه، وهون بتعمل اللي بنسميه البروسيلوز بريمير او الحمى المالطيه اللي بكل معنى الكلمه. يعني حراره عاليه بتطلع وبتنزل، بس دغري بتبلش العوارض بس ينصاب الانسان اول ما تاخذ فتره. طبعا بتاخذ فتره اللي هي بنسميها بيريود انكوباسيون، بتقدر تمتد من اسبوع لاسبوعين، فتره ما بين نلقط وما بين تبلش العوارض. وبتبلش حراره، تشد بردية، عرق بالنهار، بالليل بيجيبوا له يغير ثيابه، بحس حاله تعبان، والحرارة بنسميها اوندولونت، مثل موج البحر، بتطلع وبتنزل، بتطلع وبتنزل.
مش مثل الحمى التيفوئيد اللي هي حراره على طول عاليه. الحمى التيفوئيد حراره 40 ما بتكسر. الحمى المالطية لا، بتطلع وبتنزل، بتطلع بياخذ دواء بتكسر حرارته بيرتاح بيرجع بيصير يعمل حراره، بترجع بتنزل بترجع مثل موج البحر. نعم. هي المرحلة الأولية. دكتور نتوقف عند المرحلة الأولية وعوارض الحمى المالطية وناخذ اتصال. نعم. أهلا وسهلا فيك وضاح. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك وبكل أهل السعودية. لو سمحتي فيني أحكي مع الدكتور؟ نعم بيسمعك، تفضل. تفضل أستاذ. لو سمحتي بدي أحكي مع دكتور بخصوص. تفضل أستاذ عم بسمعك. تفضل، بدي أتمنى عليك وضح إذا عم تسمعنا توطي صوت التلفزيون من حدك وتسمعنا عبر الهاتف. تفضل. أوكي وطيت. بخصوص الحمى البحر الأبيض المتوسط، شو في إلى حل هي؟ نعم كمان نحن عملنا تحاليل وبالتحاليل بين انه في إلى يعني درجات ونسبات، اللي في نسبه لولد اكثر من الباندي، وفينا نعرف شو العلاج تبعها وكيف نقدر نتواصل معك مشان العلاج تبعها. نعم هلا بالنسبة للتواصل طبعا بيكون تحت الهواء، بيقدروا يعطوك رقم الهاتف والى اخره. بما يختص كمان عم يرجعوا يمكن يخلطوا بين الحمى المالطية وحمى البحر الابيض المتوسط او ميديترانيان فاميليار فيفر او الفيفر ميديتران. فمثل ما تفضلت اول مدام وسالت هون في تفرقة يا استاذ، اذا اليوم عندك تحاليل وعندك شيء هودي يفترض نطلع عليهم لنعرف بالضبط شو التشخيص، لانه العلاجين مثل ما قلت قبل بيختلفوا كليا، وحده ناتجه عن بكتيريا وعلاجها بالمضاد الحيوي وبتصح، والوحده الثانيه ما ناتجه عن بكتيريا، ناتجه عن مشكله جينيه الى علاج بادويه معينه. وطبعا انا ما في سمي، ما لي حق سمي اسامي ادويه عبر التلفزيون. الى ادويه معينه وكمان بتسيطر على عوارضها اللي هي بالعاده بتجي عوارض حراره مع وجع اوجاع بالبطن، وبعتقد هيدي اللي عم بلمح عليها. دكتور ليه عم بيسالوا اكثر عن حمى؟ عم بيسالوا عنها لانه هيدي كمان موجوده بمنطقتنا، واذا بتحبي فينا نرجع. منتشره اكثر من الحمى المالطية. منتشره اكثر من الاذن، هيدي ما بتعدي، هيدي موجوده وما بنقدر نحن نعمل لها شيء لنوقفها، هذا الفرق. واذا بتحبي بعدين فينا بحلقه ثانيه، حتى بحلقه ثانيه بنقدر نحكي عنها، بنخصص لها حلقه معينه وبنقدر نحكي عنها مطول، بس طبعا اذا نحن بنقدر اي شيء نفيده في ضل تحت الهواء اذا بيقدروا يعطوه انا ما عندي مشكله. اهلا وسهلا فيك. فبدي اطلب من وضاح انه ياخذ رقم الحكيم تحت الهواء. دكتور كنا عم نحكي بالمرحله الاوليه للعوارض اللي هي الحراره المرتفعه اللي بتطلع وبتنزل. نعم. شو بعدين بيصير؟ هيدي العوارض، اذا هون لازم الطبيب ينتبه يفكر بالتشخيص. اذا المريض راجع طبيب متخصص رح ينتبه، رح يعمل المحكي عن تشخيص عرواء، بشخصها بتتعالج. تعالجت مزبوط بالدوايان المزبوطين بالفترة الزمنية المزبوطة بصح المريض وبتخلص هون. المريض ما انتبه له، قطع من حده او طبيبه قطع من حده، ما تشخصت او تشخصت وتعالجت غلط او تشخصت وتعالجت لفترة قصيرة، يعني تعالجت غلط، قطعنا على المرحلة الثانية اللي بنسميها البروسيلوز سكوندير، يلي هيدي بتصيب اعضاء معينة. اكتر شيء بتصيب العظم، يعني بنشوف مرضى عندهم التهاب بالفقرات تبع سلسلة الظهر عمالة تحت، بنسميها سبونديلوديسيت، التهاب على الخرزات، هي واحد. اثنين بتقدر تصيب الكبد او الطحال. ثلاثة بتقدر تعمل مننجيت او التهاب سحايا، واللي هو حرارة وجع راس الى اخره، بس منه ناتج. يعني اذا هملنا الحرارة هيك بيصير معنا؟ يعني اذا هملنا حرارة ناتج عن حمى مالطية، نعم. اشتراكات وانا عم بحكي يعني لانه شايف كثير مرضى بلبنان عندهم اصابة بالعظم، ان كان بالكتف او بسلسلة الظهر، شايف مرضى عملوا التهاب بالسحايا ناتج عن حمى مالطية، شايف حدا عنده مشكلة بالكبد، عم بحكي عن شيء موجود. ثلاثة تقدر، وهيدي كثير قليل نشوف منها وان شاء الله ما بنشوف منها، تقدر هي ذاتها تطلع تقعد على غشاء القلب وتعمل شيء بنسميه بيريكارديت، التهاب على غشاء القلب، وهون البرونوستيك او الخطر على المريض عالي باصابه القلب بشكل خاص. وطبعا بس نحكي التهاب سحايا كمان عم نحكي بمشكله اكبر بكثير من انه عامل حراره، عم نحكي التهاب سحايا بيقدر المريض يضيع، بصير المرض خطير. يعني بصير خطير وكمان اذا هون التشخيص ما انعمل مشكله اكبر، لانه علاجها مختلف كليا عن علاج التهاب بالسحايا ناتج عن غير بكتيريا، لانه هي بكتيريا
معينه، إلى علاج انتيبيوتيك معين، وعلاجها مش دواء واحد برجع بعيد، دويان. وبهالحالات المتقدمه عم نحكي بثلاث ادويه بنفس الوقت، عم نحكي بدخول مستشفى، عم نحكي بعلاج بالمصل اسبوعين على الاقل، بيتبعوا علاج حبوب، بيتبعوا متابعه مخبريه الى اخره الى اخره، والا فينا المريض بيقدر يعمل اشتراكات كثير كبيره. طيب دكتور، عم نحكي انه عم تتطور العوارض، ما بدنا نخوف المشاهدين، ممكن طبعاً تؤدي مثلا لمرض سرطان او للموت؟ لا، ما بتعمل مشكله سرطان، بس بتقدر ضرب العظم، بتقدر تاثر على العظم، بتقدر ضربت سلسله الظهر، هي سلسله الظهر تنكسر، واذا انكسرت كسروا السلسلتين فوق بعض يضربوا على ديسك، بصير اعمل ديسك بيقدر يكون من وراها، ضربت السحايا وما تعالجت بتقدر او تاخر العلاج، بتقدر تترك رواسب بعدين، كميه وعي او نظام فكري او عقلي مش 100% عند الشخص. سرطان ما بتعمل، بس تقدر تعمل شيء خطر، يعني هذا اللي يهمنا، شيء مزمن، شيء مزمن ما بنحب نوصل له طالما في عنا علاج حبوب ست جماع المريض بصحة. طيب كيف بده يعرف انه هو معه مرض الحمى الملطية؟ لانه عوارضه بالفترة الأولى بتتشابه مع عوارض مثلا لنقول الإنفلونزا. صحيح 100%. يعني بلكي واحد عم بياخذ دواء للإنفلونزا وهو بيكون معه حمى ملطية، هون كيف تعرف؟ صحيح. عوارضها مثل ما تفضلتي وقلتي وهي نقطة كثير مهمة. حرارة، رشح أو إنفلونزا. التهاب بالبول. درورة بالأكل. السينوزيت، التهاب على السينوز. أي شيء بيقدر يعمل حرارة. إنما هون أهمية مراجعة الطبيب، ويستحسن مراجعة الطبيب اختصاصي بالموضوع، لأنه نحن اليوم بس نفتش على حرارة نفتش على قصص مترافقة مع الحرارة. تفضلتي وذكرتي إنفلونزا. إنفلونزا عم يجيني شخص مزكم، مزين مناخيره، عنده وجع راس، عنده تكسير بالمفاصل، عنده شخص حده مثله أو عديه أو ولد صغير بالبيت عديه، في قصص بالقصة اللي بخدها من المريض بتساعد. هي واحد. اثنين، في الحراره بحد ذاتها، قلت اسمها فيفر اوندولات، حراره بتطلع وبتنزل، ما عندي حراره مستمر. ثلاثه، عندي العرق بالنهار وعندي العرق بالليل بيساعدهم. اذا القصه كل بننقل بعد القصه للفحص السريري، لما نفحص المريض اذا الفحص السريري عندي شك على التهاب على خنازير الظهر بتقدر توجهني. عندي التهاب بالسحايا بقدر يوجهني. عندي عوارض حمى ملطيه وعندي شخص جاي من منطقة معينة، بهالمنطقة المعينة أنا بشوف كثير أشخاص مصابين، وهذا الشخص بقصته خبرني إنه بياكل حليب مش بيشرب حليب مش مفور، وبيحب ياكل الجبنة البلدية اللي بيعملوها بالبيت، الحليب اللي مش مغلي، هون كلهم قبل ما نوصل لتشخيص الطبيب عندنا بس بالقصة. مع أنه ملاحظ دكتور إنه أكثرية الأطباء كمان قبل وقت يصير في حمى بيعملوا كل الفحوصات وآخر شيء بيفكروا بالحمى المالطية. حسب تقديري الطبيب المختص بالأمراض الجرثومية بعتقد انه مفترض بيفكر فيها. الاغلبيه المجازين المتخصصين بالموضوع هيدي شغله بيفكروا فيها، طبعا اذا كانوا بفرنسا او بامريكا مش رح يفكروا فيها. يعني انا بس كنت بامريكا ما كنا نطلب فحص الحمى الملطية، لانه هونيك ما في. يعني قديش عدد بامريكا شفت مريض واحد وكان جاي من المكسيك. ما شفنا غيره. طيب كيف بيقدر هالشخص يتعايش شوي مع المرض ويخفف من وقعه عليه؟ بيقدر يخفف مثل كل شيء بالمراحل الاولى، بيقدر ياخذ ادوية للحرارة، يعني ما نفوت بالتسمية، يشرب سوائل كفاية، بس هو كله ما راح يصححه، هو راح يروحه مؤقتا. إذا بدك نكفي قصة التشخيص، خدنا القصة، شكينا بالموضوع، خلينا دكتور نحكي عن التشخيص بس بعد البريك. مشاهدينا بدي اذكركم نحن هون لحتى نساعدكم ونجاوب على كل اسئلتكم، ما تترددوا، اتصلوا فينا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه، راجعين لكم بعد الفاصل. وصلنا مشاهدينا الى الجزء الثالث بحلقتنا لليوم، بدي ارجع اذكركم انه لكيفيه التواصل معنا، واذا كان عندكم اي سؤال حابين تطرحوه مباشره على دكتور جيلبير فيكم تطرحوه من خلال اتصال على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. دكتور جيلبير، كنا عم نحكي قبل الفاصل عن التشخيص. نعم نعم، رح نتابع التشخيص. اذا حكينا عن قصه مع المريض وخطر عليه، بيشتغل المزرعه، بيتناول حليب الى اخره، ننقل على الفحوصات المخبريه. في فحوصات بنطلبها
العادية بتوجه انه عنا التهاب في الفحوصات الدقيقة تبع الحمى الملطي. اول شيء في فحص اسمه رايت اللي هو سبيسيفيك اذا فينا نقول او بثبت وجودها، انما هون في نقطة كتير مهمة، هيدا الفحص بيقدر ياخد اسبوعين او ثلاث اسابيع ليصير ايجابي ليبين على الدم، ما فينا نتكل عليه لحاله. واحد دونك اذا عندنا شك كتير كبير بعد اسبوعين او ثلاثة بنرجع بنعيده لذات الفحص. ثاني شيء ناخذ زرع دم من البكتيريا بس تكون بالمرحلة الأولية وقطعة بالدم نقدر نلقطها على زرع الدم. ثالث نقطة إذا عم نحكي بأعضاء معينة عندنا شك إنها منصابة، لنفترض عندنا شك بإصابة على العظم ناخذ خزعة من العظم، عندنا شك وأكيد الخزعة من العظم ناخذها وبنزرعها بالمختبر بين عنا، عندنا شك إنه هالمريض عامل التهاب بالسحايا ناتج عن الحمى الملطية نعمل شكة مية الظهر بنسميها أو البوكسون أمبير، ونبعث مية الظهر وبنعمل عليها فحصين، فحص للحمى الملطية والزرع، وبنقدر كمان نتوجه عندنا شك بالالتهاب بمحل غيرهم كمان بناخذ منه خزعة حتى نقدر نثبت. لأنه برجع بقول نحن عم نحكي بعلاج ست أسابيع أقله بيقدر يمتد لحد الست أشهر، لا يجوز إنه نعالج شخص ست أشهر على احتمال. هيدي الاختصاصي والطبيب الملم الموضوع ما بيعمل. نعم حكينا لكن وصلنا عن فكرة التشخيص، رح نحكي عن العلاج بس قبل معنا اتصال كمان. نعم. أهلا وسهلا فيك محمد. ألو مرحبا. مرحبتين كيفك؟ ألو مرحبا. أهلا وسهلا فيك تفضل عم بسمعك. لو سمحت ممكن أسأل الدكتور، لو سمحت ممكن أسأل الدكتور كم سؤال؟ تفضل تفضل محمد عم نسمعك. لو سمحتي انا عملت فحص، اس ام اس وتبين معي حمى بحر المتوسط، فحابب اعرف اذا في لها، النتيجه انه انت تخلص، يعني كيف بيقولوا مرتفع منها. بقطش شوي الخط محمد، شوي الخط عم بقطش، ما عم نسمعك، صوتك منه واضح، فيك لو سمحت ترجع تعيد السؤال؟ حضرتك عملت فحص وتبين معك انه عندك حمى البحر الابيض المتوسط. مضبوط مضبوط، فحابب اعرف اذا في طريقه لانه اشفى منها. نعم. بلاحظ اكثر شيء انه بس اكل علبان وعزبان بتصير عندي الحمى. بتسألوا كمان ال لا هيدا سؤالك مستر محمد. اذا كمان رجعنا عزيزتي البحر طريقة حمية البحر ابد بالوسط، عم يرجعوا يسالوا كلهم عن ثاني نوع الحمية. خلص رح خلص فينا نوعدهم انه رح نخصص له حلقه معكم طبعا اذا خلينا نجاوب على محمد. هلا باختصار محمد، نعم في علاج، العلاج بده يكون عند اختصاصي، ومثل ما قلت قبل العلاج بده يكون مبني على تشخيص، يعني بده يكون يعني فحص الحمى البحر الابيض المتوسط اللي عم تفضل لو تحكي عنه بينعمل لبنان بمحل واحد، كمان ما رح فوت بالتسميات، بينعمل بمركز واحد تابع لجامعه معينه لنقدر نتثبت انه موجود هالميتاسون، نقدر نثبت انه الشخص عنده اياه. هل يا ترى بافريقيا في ما عندي فكره قد ايه بافريقيا، بجوز يكون بوضوعها غير محل، اذا عم بحكي انا بقلب لبنان. التشخيص محمد لازم يكون محطوط، اهم شيء يكون التشخيص محطوط ومتاكدين منه نحن حتى نقدر نرجع نعالج على اساس عن التشخيص. نعم إلى علاج، اذا هذا سؤال وإلى علاج بس انا بنصحه راجع حكيم مختص، خصوصا اذا كان بدوله افريقيه بيتاكد انه هيدي حمية البحر المتوسط لانه نفوت بالعلاج لازم. نعم كنا عم نحكي عن التشخيص، خلصنا نحكي عن التشخيص ونحكي شوي عن العلاج. بس نحكي تشخيص بنحكي علاج، شخصنا ختمنا استلمناه من المختبر روني، معنا تشخيص ننقل على علاج. العلاج بكتيريا يعني انتيبيوتيك. المشكلة الانتيبيوتيك بيشتغلوا على الحمى الملطية، هذا الموضوع كتير مهم. والعلاج ما انه مبني على دواء واحد، في عنا مجموعة أدوية بتشتغل على البكتيريا، وهون دور الطبيب يجمعهم. إذا عم نحكي بمرحلة تانية متقدمة عظم، التهاب صحايا، كبد، غشاء القلب إلى آخره، هون مجبورين صرنا نحكي بثلاث أدوية. دواء على فترة جمعتين لشهر، ودوايين الباقيين على فترة ست شهور. بالمرحلة الأول نعم المرحلة الثانية، المرحلة الأولية الشخص اللي بعده عامل حمى بعده مرحلة الحرارة والعرق والانحطاط وإلى آخره،
هون العلاج ست جماع مقسم على نوعين انتيبيوتيك. برجع بعيد، هو الادويه في منهم ممنوع نستعملهم عند الصغار، في منهم ممنوع نستعملهم عند الستات الحوامل كمان مهم جدا وقت ما نشوف ست حامل وطلعت حمى ملطيه. هون دور الطبيب يقدر يعمل التركيبه اللازمه وينتبه. برجع بعيد، اذا في اشخاص عم يسمعونا عم ياخذوا علاج لفتره العلاج، يا اما بنشوف مرضى محكمين جمعتين بدل سته، نعم، او اربع اسابيع بدل ست اسابيع، والمتابعه الى ما بعد العلاج. يعني اليوم انا اخذت علاج، هذا المريض هو ذاته لازم ارجع اشوفه بعد اربع او ست اسابيع، في فحوصات مخبريه لازم تنعمل لنتاكد انه شفي. اذا عندي شك انه بعد العلاج ما تكمل، اوقات بنطلع من الست اسابيع لثمانية للعشر اسابيع لنتاكد يعني انه المريض شفي. بعد يمتد على سنه اكثر، ممكن يمتد، وما بدنا نحن هدفنا الاول والاخير ما ينقل المريض من المرحله الاوليه اللي هي علاجها قصير الى المرحله الثانويه سكوندير، تعمل له سحايا، تقعد على عظمه بكتفه او بسلسله ظهره، تعمل له مشله طويله، تاخره عن شغله والى اخره والى اخره. هدفنا الاول والاخير جلب الاشتراكات. نعم، رح نكمل دكتور موضوعنا، بس قبل كمان معنا اتصال. الو 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 الو، مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا بك، بدي انا صابر من ليبيا. الو الو، نعم تفضل، عم نسمع. انا صابر من ليبيا. اهلا وسهلا فيك يا صابر وكل اهل ليبيا. اهلا وسهلا بك، بالله حاب اسال الدكتور. نعم تفضل. شكرا دكتور. بالله دكتور لو سمحت انا احب اسالك، عندي حمى البحر الابيض المتوسط. نعم. حب تعطيني لو سمحت فكره عليها، انني مصاب بها منذ ستة ولا سبعة سنوات لكن شفيت منها. وعم تاخذ علاج لها صحيح؟ ايه. او وقفته؟ لا، مستمر في العلاج. مستمر، ها. هيدا طبعا ما قلنا خارج الموضوع كمان، حمى البحر الابيض المتوسط العلاج اللي عم تاخده الارجح ما رح سمي، الارجح هو العلاج المضبوط لانه هذا علاج ما بيتوقف. برجع بعيد صابر، الاسم الكريم قطع الخط يمكن معه، برجع بعيد يتاكد انه يكون عنده حمى البحر الابيض المتوسط، يكون معمول الفحص المخبري، يتاكد من الموضوع، العلاج اللي عم تاخده بتتابعه وبتتابع مع طبيب اختصاصي. نعم، انا بدوري بدي اتشكر اتصالك صابر. دكتور مثل ما شفنا صابر له سنين مصاب بهالمرض، هل ممكن كمان الحمى اللي عم نحكي عنها كمان ممكن تمد لسنين؟ ممكن تمد لسنين اذا ما تعالجت. اذا في التهاب على العظم ما تعالج رح يضل، رح يكسر العظم. إذا في عندي التهاب وصل على الكبد وعمل خراج، إيه بضل وبيمتد، بس بالعادي للأسف بيقدر يأذي قبل ما يقطع كتير سنين إذا قعد بمحل معين وأذى بيحكي بشكل مثل ما قلنا بيصير معه مرض بشكل معين للشخص يراجع طبيب ويقدر يتحكم قبل ما تعمل له مشكلة أكبر. طيب، طب بحال عالجنا المرض وشفينا من المرض، هل ممكن يرجع يعاود المرض علينا؟ بالعادي إذا أخذنا العلاج الكامل وشفينا مبدئيا صحينا، الا اذا رجع ذات المريض لقط مشكله ثانيه. يعني لنفترض لي شخص بيجي لعندي بيقول لي حكيم انا تحكمت للحمى الملطيه بس رجعت اعمل حراره من اول وجديد، بجوز يكون عامل جريب، او انا لقطت حمى ملطيه من سنتين ورحت عند حكيم قال لي عندي حمى التيفوئيد، او ذات الشخص عامل حمى ملطيه وبعد ست اسابيع بيرجع لعنا بيقول لي انا عم بعمل حراره لنفترض، ومنشخص عنده لذات المريض مشكله حمى البحر الابيض المتوسط اللي تفضل صابر وحكي عنها. بيقدر المريض يعمل غير انواع حمى، بيقدر يكون بيقفل يعمل حمى الصفراء، بيقدر يعمل حمى الايبولا الى اخره الى اخره. حمى الملطيه اذا تعالجت مزبوط بتصح، نعم، ما تعالجت مزبوط ما بتقول بتروجع، بتضل موجوده وبتعزل. طيب، بنصيحه اخيره، خلينا نحكي شوي هيك، شو حابب تعطي نصيحه اخيره للمشاهدين ومنها كمان كيف لازم واحد يتوقف؟ نعم، الوقايه خير من علاج مثل ما بنقولها على طول. بدايه الوقايه بتبلش عند الاشخاص اللي بيشتغلوا بالمزارع. نعم. لازم يكون لابس ماسك، لازم يكون يعني لابس كمامه، لازم يكون لابس قفازات او كفوف بايديه، جان بايديه هو عم يشتغل، هي واحد.
زيت النقطة للأشخاص اللي بيشتغلوا بالمختبرات. ثلاثة، للنصيحة العامة للأشخاص اللي عايشين بمجتمع بشكل خاص بمجتمع لبنان. رجاء الحليب لازم يكون مغلي أو مفور، لازم تأكد من مصدره. الجبنة بدها تكون باستوريزي أو كمان مرقة على النار. نتجنب اللحمة النية قدر الإمكان، إذا كانت بمصدر موثوق ومفحوصة تكون اللحمة كمان مرقة على النار. هيدي إذا بدك بشكل عام النصائح اللي بقدمها. نعم دكتور جيلبير، بدي اتشكر وجودك معنا والمعلومات اللي اعطيتنا اياها لنا وللمشاهدين. مشاهدينا بعد البريك رح ينضم لنا طبيب بيطري، حضروا اسئلتكم لحتى تسالوها على ضيوفنا، خليكم معنا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين لحتى نكمل حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا، وانضم لنا هلا الطبيب البيطري الدكتور وليد درويش. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيك، كيفك؟ ماشي الحال. دكتور عم نحكي عن الحمى الملطيه اللي بتبلش من الحيوان وبتعدي الانسان، هون كيف الحيوان بيلقط هالحمى؟ هلا الحيوان هن بينتقلوا من بعض، يعني بيكون في حمى ملطيه إذا كان في حيوان واحد يعني بالقطيع. يعني ما لها أسباب، هو الحيوان بيكون عنده عندها من زمان، هي موجودة وبعدها بتنتقل بين الحيوانات. نعم. طيب منتشرة بكثرة بالدول العربية وليه؟ أكثر شيء بالدول العربية، كمان بأفريقيا فيه وبأمريكا الجنوبية. هلا شو الأسباب؟ في كثير بلاد أوروبية هي قدرت حصارتها، يعني عملت برامج تلقيح ويشيلوا المريضين مشان يصيروا ما يعود في هالمرض موجود عندهم. وبتعرفي بس يكون في مواشي كتير كمية كبيرة كمان فيها كلفة، لأن فيها تطعيم وفيها كل حيوان مريض مفروض يندبح، يعني في تعويض لإله. نعم. طب اي انواع من الحيوانات بتصير؟ في انواع معينه بتنصب بالحمى الملطيه؟ هلا في كثير حيوانات، اذا بنحكي من الحيوانات مثل الماعز والغنم، هي الماعز اكثر شيء. النوع البروسيلا البكتيريا الحمى الملطيه اللي بتعملها هي اكثر شيء بتضر الانسان. بس في عند البقر كمان في عندهم الابورتوس اللي هي النوع كمان بيعدي الانسان بس بشكل اعراض خفيفه. شو هي يعني؟ كمان الحمى الملطيه. ما هي في كذا نوع، كذا نوع منهم. اجمالا في اربع انواع هي من الحيوانات وفيها تنتقل للانسان، بس اهم وحده واللي بنحكي عنها، بس نحكي عن الحمى الملطيه بنحكي عنها، هي اللي بتنتقل من بس يعني المعز. الحمى الملطيه كيف شو هن الاربع انواع ونفس العوارض بتاعتي وقت تنتقل للانسان؟ تقريبا نفس العوارض، بس بتجي اخف عند، يعني خفيفه وبتصح اسرع من تبع الغنم يعني. طب هون كيف تبين العوارض عند الحيوان؟ عند الحيوان اوقات ما ببين عوارض دغري، بس العوارض هي بالاجهاض. يعني اللي بنعرف انه بصير في اجهاض عند المعزه، بس تخلف بيخلقوا كثير ضعاف، يا بيخلقوا ميتين ولا بيخلقوا ضعاف. وهون بتصير واكيد بيخلقوا هون مصابين بالحمى. اكيد بيخلقوا مصابين، واكيد من الحبل هيدي المي اللي بتنزل تبع كيس المي اللي بيجي وكل اللي بينزلوا من بعد الخليفه، هن هول اللي بيعدوا، هودي اللي بيعدوا الغير القطيع بكامله. يعني اذا حدا عنده قطيع ما في ابدا حمى ملطيه، وجاب معزيه وكانت منصابه، هالمعزية بس عمل بصير في كونتاكت، يعني خاصة بالمراعي ولا بالمحلات، يعني هذا السايل اللي نزل وقت الخليفة هو من أكثر شيء اللي بيعده. طيب يعني بس بمرحلة الإجهاض ممكن المزارع يعرف إنه هالحيوان مصاب بالحمى الملطية، يعني ما عنده عوارض أبدا غير؟ ما إيه إجمالا ما ببين هالعوارض. هلا كمان فيها تنتقل من الذكر كمان بالزواج بالسيمن، فيها تنتقل. طيب عند الذكر طيب كيف تنعرف؟ بالفحص كلهم بينعرفوا، يعني فيهم يعرفوا اذا عملوا فحص،
في فحوصات يعني كثير بتنعمل. دائما نعمل فحوصات للحيوانات أكيد. حتى لو ما عندهم عوارض حتى شوف اذا حتى لو معه ايه بيعملوا فحوصات لكل القطيع وبشوفوا مين منصاب. يعني في فحوصات بتنعمل بالدم، في فحوصات بالحليب، يعني في كذا 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 انواع وكذا ميثود بالفحص. طيب بحال عرفنا انه هيدا الحيوان مصاب بالحمى الملطيه، هل هالحمى الملطيه لها علاج عند الحيوانات مثل الانسان؟ اجمالا ما لازم تتعالج لان علاجها طويل وفي ضل يعطي المرض. هيك اجمالا شو لازم بيصير بهالحاله؟ بينعزلوا وبينقتلوا، انه في البرامج على صعيد الدول اللي عم تنعمل هي التشخيص وبيرجع التلقيح يلي منهم منصابين ويلي منصابين بيقتلوا. تمام. طب في فحوصات بتنعمل للحيوان؟ يعني لازم ينعمل، يعني لازم يعمل مزارع فحوصات للحيوان؟ اكيد. شو هي الفحوصات؟ مثل شو؟ في فحوصات دم، في فحص الدم، في كذا نوع فحص، وفي فحصات بالحليب بتنعمل ببين انه حامل الجرثومه. كل قد ايه لازم ينعملوا هالفحوصات؟ اذا كان مصاب ولا غير مصاب؟ هلا ما في، ما هيدي بدها تتبع برنامج، عرفتي؟ يعني بينعملوا كلهم حسب، وفي تطعيم، ساعتها بده يصير التطعيم، متى ما انعمل تطعيم خلص ما بنعود نعمل فحوصات، لان بنكون فصلنا المريضين شلناهم وعم نطعم هوديك، وبعدين دوريا يعني يمكن كل سنه ولا كل هذا حسب اذا جاب جديد فوج جديد ولا هيك يعني. يعني التوعيه كثير ضروريه خاصه عند المزارع اللي عنده مواشي. والمزارع يعني اللي عنده مواشي في خطر عليه كمان، يعني خاصه وقت المعزيه تخلف كمان، حتى من الجلد مثل ما قال الدكتور انه كمان لازم يلبس كفوف وهيك لان في يلقط هو. يعني بتحمل مسؤولية كثير كبيرة بهالحالة. طيب في طرق وقاية ممكن نتوقع منها حتى المواشي ما تنصاب؟ طرق الوقاية ايه في. يعني اللي عنده ماعز كثير بس بده يجيب جديد، ما لازم يجيب غير لما يكون مفحوصة قبل. ما يفوت المرض عنده، إذا ما فوت وعلى طول طعم بصير ما بعود يلقطوا عنده طيب الطعم هون أمتين لازم ينعطى؟ للمواشي الطعم هيدي الدولة هلا وزارة الزراعة عم تعمل حملات توعية وعم تعمل وتطعيم للمواشي كلها اجمالا. ما في وقت تقريباً. من هن وصغار وبينعملوا. لا مش بس يخلق يعني. طيب عرفنا شوي كيف شو اسمه الحمى الملطية تنقل للانسان. طب غير طرق في باللمس ممكن تنقل من حيوان لحيوان، ممكن بالعلاقه؟ اكيد اكيد. هلا مش باللمس، يعني هو الحيوان من وين بيطلع؟ قلت لك الذكر بيطلعها بالجواز بالسبرم، يعني فيها تطلع، يعني في يعدي غيرها، بس تيعدوا الانسان هي اكيد من السوائل اللي بتطلع بعد الخليفه بس هيل فيهم ينعدوا منها كالمزارع. يعني واحد اذا اجى شخص فيت على مزرعه وحتى لو دق فيهم، يعني غير لما يكون وحده مخلفه وبعدها عم بتنزل هون في العدوى، بس ما في غير لما يشرب اكيد الحليب. بدنا منك كمان نصيحه اخيره، اهم شيء للمزارعين، شو بتقول لهم؟ للمزارعين مش بس المزارعين، هون في خطر عندنا في المزارعين، في بالمصالخ، لان اذا عم بيذبحوا بالمصلخ كمان معرضين، والطبيب البيطري كمان معرض كثير لان عم بكون في كونتاكت وعم بيعمل الطعم الفاكسين هون. يعني اهم شيء للمزارع انه يطعم تبعه، يفحص في بالوزاره عم تفحص، يعني يصرح شو عنده وكذا، بيفحصوا له بينفحصوا وبيطعموا، وساعتها هو بيستفيد وما بعود في عدوى عنده تتقدر تنتقل للانسان. نعم. بدي اتشكر وجودك معنا والمعلومات اللي اعطيتنا اياها. مشاهدينا بعد البريك رح ننضم لنا اخصائيه التغذيه ميرا الحش، فرح خليكم معنا.
وصلنا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الأخير بحلقة اليوم من صحتك بالدنيا. انضمت لنا أخصائية التغذية ميرا حاج فرح. أهلا وسهلا فيك ميرا. كيفك؟ ميرا، اليوم عم نحكي عن الحمى المالطية. كيف فينا نتوقع من خلال نظامنا الغذائي ولما نصاب بالحمى المالطية؟ بما انه الحمى المالطيه ممكن تنتقل من الحيوان للانسان عن طريق الغذاء، ففي كثير اشياء ننتبه لها. اهمهم يعني الحليب والاجبان اللي هي غير معقمه، وخاصه نحكي عن الحليب والاجبان المعزه. فكثير مهم وقت نكون عم نشري الحليب او الاجبان ننتبه ونقرا انه هذا الحليب معقم او هالجبنه معقمه. هلا نحن عنا اوقات في اشخاص بتشتري الحليب دغري من المزارع تحت تعمل فيه لبن او اجبان، ففي طريقه صحي اكثر. مزبوط، بيقولوا صحي اكثر، واوقات بيشربوه ما بيكون معقم وبصير عندهم عوارض وما بيعرفوا من شو. فكثير مهم انه نعقم الحليب بالبيت، وفي طرق تنعقم الحليب بالبيت. فوقت نجيب هالحليب من المزارع مهم كثير انه نغليه على النار من 15 ل 30 دقيقه، لانه هو اول ما ينغلى عم تعلى الحراره تقريبا لل 90 او 80 درجه. فبهالطريقه بنكون نحن عم نعقم الحليب تنقدر نعمل فيه غير اشياء. يعني كل الاشياء الموجوده بالسوق هي مواد معقمه. مزبوط، وخاصه يلي اللي بيكونوا بالكرتون يعني اسمهم اشتي، يعني كمان بيبقوا ستيريل اكثر، يعني بعد يعني كمان بيبقوا معقمين. طب احكينا شوي عن الحليب اللي بنقدر بنغليه وقت نشتريه من المزرعه. طب الجبنه شو بدنا نعمل فيها؟ الاجبان اهم شيء ما نشتري اجبان بلديه، لانه الاجبان البلديه هي اجمالا بتبقى منها معقمه، فافضل نشتري الاشياء المسكره ونقرا عليها مزبوط انها معقمه. ونحن وقت نكون عم نحضر اجبان مهم نحضرهم بالحليب المعقمين، يعني نحن بنعرف من اهلنا انه اكثر شيء بفتشوا على جبنه البلديه بيبقوا مبسوطين اذا جابوا جبنه بلديه، بيقولوا بتغذى اكثر. يعني هيدي معلومه جديده هلا. هي اكيد الغذاء بناخده هو ذاته بالجبنه البلديه وبالجبنه العاديه، بس الفرق انه بنكون عم ناخذ اكثر، يعني بيكون عندنا اكثر احتمال انه تصيبنا حيالة بكتيريا من وراء الاجبان اللي منها معقمه، فكثير مهم ننتبه لهذا الموضوع. نعم. طيب ميرا، صحيح انه الاطفال ما لازم ابدا نعطيهم خاصه الحليب من المزارع حتى ولو سخنناه؟ بيقولوا انه الطفل يمكن بيلقط اكثر. مزبوط، تبقى مناعته يمكن اضعف شوي، ما بيتحمل الاشياء اللي معقول الكبير يتحملها او الراشد يتحملها، بس وقت بيكون الحليب يعني افضل نكون جايبينه معقم مسكر، لانه بنكون هون يعني نحن اذا بنعقمه بالبيت بنقدر نعمل كنترول بس مش كثير، يعني ما فينا نعرف اذا تعقم مزبوط او ما تعقم مزبوط. فافضل تنحمي الاطفال انه نكون عم نشتري هالحليب معقم ومسكر من المصانع يكون جاهز أفضل. يعني افضل اكيد. طيب من عوارض الحمى انه نحن وقتها من القطع بنفقد وزن كثير، هون شو لازم نعمل حتى ما نفقد هالوزن؟ مزبوط، مثل ما سبق وحكيته يمكن انه علاج الحمى طويل منه قصير، فمن اكثر العوارض اللي بتبين هي بينزل وزنه للشخص او للمريض. فنحن هون كثير بنركز ان كان بالمستشفى او مع المريض اللي بيجي لعنا على العياده، كثير بنركز لحتى نجرب قد ما فينا ما نخليه يخف وزنه كثير. فقد ما هو ليه بيفقد من الوزن؟ لانه شهيته كثير بتخف. اول شيء من وراء يمكن الادويه اللي عم ياخذها. طيب هل في بالمقابل مثل فيتامينات وادويه بتساعده انه تفتح ترجع؟ مزبوط، هي مش في فيتامينات وادويه، يعني ما في شيء اجمالا بيفتح الشهيه، هالمشكله اللي بنوقع فيها بكل الامراض، بس اجمالا بنجرب نحن نساله هو شو عم بيتقبل اكثر شيء، ومنجرب نركز انه ياخذ 3 وجبات بالنهار وما ياكل اشياء ما بتفيده غذائيا، يعني ما يبلش اول شيء مثلا بالسلطه بيشبع، ما بيقعد ياكل مثلا لحوم والدجاج والبروتينات اللي هي كثير اساسيه بهالوقت لإله، كثير اساسي الفيتامين اي، الفيتامين سي، الفيتامين اي، مهم نلاقيه الاشياء. يعني شو نظام الغذاء؟ الفيتامين اي اجمالا بنلاقيه اكيد باللحوم وبالبيض وبالاجبان. نعم. فنحن دائما بنقول له انه قد ما فيك اذا شهيتك عندك شهيه شوي بلش بهالانواع من الماكولات، وبعدين اذا بعد عندك شهيه اكثر ممكن تتناول الخضار وهالاشياء. الفيتامين سي كمان لانه بيبقوا تعبانين مثل حياه لمرض، يعني عندهم ما بيكون عندهم كثير، يعني بيكون في ارهاق، فالفيتامين سي كمان كثير بيساعدهم، بنلاقيه اكيد بالليمون، بالكيوي، بالفريز، بعصير الليمون، بهالانواع من الماكولات كمان ممكن يستفيد ويحس انه رجع النشاط له شوي يعني. والمشكله وين؟ انه كمان
بهالانواع من الامراض في عندنا التهابات، مشان هيك الميتابوليزم او عمليه الحرق تبع الجسم كثير بتسرع، مشان هيك هالشخص بيفقد وزنه وبيكون ما عم ياكل منيح بالمقابل، فهون بتوقع المشكله. خاصه مع قدره الالتهابات والمريض هون شوي بيفقد قوته، بسهول اكثر شيء انه يشرب سوائل وعصير. هون قد ايه الكميه اللي لازم ياخذها حتى كمان ما ناذي له معدته؟ عم بقول اوقات السوائل فيها مثل حمض او اسيد. ايه نحن اكيد بننتبه لانه ممكن على الادويه تكون معدته كمان بلشت تضايقه او مثلا معقول ينزعج من معدته، فكثير بنركز اكيد على السوائل منا حامضه حسب هون المريض، يعني في يكون معدته ما عم توجع ولا شيء، بيقدر يشرب عصير ليمون، بيقدر يشرب كل شيء، بس اجمالا حسب وزن المريض عم نحكي من لتر ونص للترين، اذا كان اكيد وزنه كثير للترين ونص بنوصل بنهار، لانه بس يفقد هالسوائل كلها وجسمه ينشف كمان بصير في ارهاق اكثر. فاجمالا شو هن السوائل اللي معقوله يتقبلها؟ نحن هون ساعتها بننصحه فيها، يعني اذا عنده انزعاج بالمعده اكيد كل شيء حوامض واسيد اكيد ما بنمنعه انه ياخذهم احسن ما يتضايق زياده. طيب هون كمان الشوربه شو بتلعب دور؟ خاصه شوربه الخضره. ايه شوربه الخضره لانه فيها كذا نوع خضره، كمان فيها فيتامينات كثير، فكمان بنشجع هالمريض بس مش بس ياخذ يعني السائل منها، كمان يتناول الخضره، مش هيك بنقول له اذا بده يطحن الخضار فبيكون عم ياخذها كمان بطريقه وهي بتعود السوائل كمان ولا ما بتغلط؟ طبعا طبعا. هلا هي منه عارض كثير انه بيفقد كثير السوائل، هي من وراء العلاج وهالاشياء يعني معقوله يحس انه يعني ما يشرب كثير بيفقد السوائل وبيصير عنده ارهاق معين. خلينا نرجع شوي هلا لعمليه الايض، بيقولوا انه المريض بصير يهضم اكثر ويحرق اكثر اذا عنده يعني عمليه الهضم. نعم. ومريض بيقولوا بصير يهضم اكثر المريض. هل في شيء بيساعده بهالحاله؟ هي مش انه بصير يهضم اكثر، مثل ما قلت لك هي الفكره بس انه بصير الميتابوليزم عنده كثير عالي، لانه في ستريس يعني معين، في مرض، في التهاب، فالجسم بصير يتطلب كثير، يعني بصير عنده حاجات اكثر من الشخص العادي. كيف فينا نساعده بهالحاله؟ مشان هيك نحن هون بنجرب انه نقول له ياخذ 3 وقعات بالنهار، ما يقلل من وقعاته، يركز على الاشياء اللي فيها كالوريز او وحدات حراريه اكثر، مثل ما سبق وقلت يعني يركز على اللحوم، الدجاج، وكمان الاكثر شيء بيقدر يعطيه طاقه هو النشويات، يعني كثير مهم يتناول الرز، المعكرونه، الخبز، هالاشياء كمان ممنوع انه يوقفها لانه هي مصدر يعني طاقه. يعني بهالحاله في ياكل خبز قد ما بده. مضبوط، ايه مش اكيد. طيب الحراره في شيء يعني بيساعدها من النظام الغذائي انه ننزل شوي حرارتنا؟ ما في شيء بالغذاء معقول يوطي الحراره. هلا في اوقات في معتقدات يمكن خاطئه، اوقات بيقولوا مثلا كل هاي او اشرب هاي معقول مثلا تنزل حرارتك، بس انه اكيد هن بس اللزقات المي المسقعه والدواء، هو اول ما يبلش ياخذ الدواء اصلا ببلش كثير يتحسن، فمشان هيك نحن اجمالا ما في شيء معين بالغذاء معقول يوطي له حرارته. طيب خلينا نحكي شوي عن السوائل بحال في حراره، في منهم بيقولوا انه السوائل المسقعه هي بتنزل الحراره، ما بيقولوا السوائل السخنه هي اللي بتنزل الحراره. لا هذا كمان معتقد خاطئ، اكيد ياخذ هلا اجمالا وقت نحط لزقات مي مسقعه على الوجه او على الجسم هون معقول نكون عم نساعد لتنزيل الحراره، وهو اصلا بيكون الشخص اللي عنده حراره كثير ما بيتقبل الاشياء الساخنه، فاكيد دائما بفضل الاشياء المسقعه او اللي فيها ثلج او تتكون اكثر عم بتساعد عليه وقت يتناول الاشياء المسقعه بتفتح شهيته اكثر، يعني دائما مثلا بنقول لهم فيكم تمصوا الثلج، فيكم ما بعرف يعني تاخذوا الاشياء اللي بتفتح لكم ابيضتكم، هي اكثر شيء بتكون الاشياء المسقعه اصلا. بحالات الحمى والحراره تحديدا المريض اكثر شيء بيصير عنده اسهال، وهون بيخسر كثير من الاشياء اللي بجسمه، هون شو لازم ياكل حتى يوقف الاسهال وحتى يستفيد؟ اجمالا بالحمى الملطيه مثل حيلا نوع بكتيريا ثاني معقوله يصير عندنا حالات اسهال، يمكن بحالات الحمى بيكون اقل شوي من غيره، بس بغير انواع بكتيريا معقوله يصير هيدا الشيء. نحن هون اكيد بنوقف نهائيا الخضره حتى او كانت نيه او كانت مسلوقه، عكس ما العالم بتفكر اوقات مثلا بيفكروا الخضره المسلوقه منيحه، الشيء الوحيد اللي مسموح انه ياكله هو جزر المسلوق. بحالات الاسهال. بالنسبه للفواكه كل شيء كمان بنوقفه، مسموح بس الموز او التفاحه مفروض يقشرها المريض وياكلها، بس غير اشياء كمان انواع من الفواكه كمان ممنوعه، اذا بده يتناول عصير بده ياخده مصفى مزبوط. بالنسبه للحوم والدجاج والسمك بيقدر يتناول كل شيء، بس ننتبه كثير للمقالي والاشياء الدسمه لانه كثير بتساعد وبتساعد حتى انه يصير في اسهال اكثر. بالنسبه للرز، المعكرونه، هالاشياء اذا كان بيتناول الخبز الاسمر او القمحه الكامله هول الاشياء كلها بنوقفها، ننتقل للخبز الابيض، للرز الابيض، للمعكرونه البيضاء، هالاشياء بتساعد انه تمسك معدته اكثر.
اهم شيء للسوائل انه بنركز على الشاي، الشاي كثير بيساعد للاسهال تتكتم معدته اكثر، الحليب بيتوقف كليا ولكن اللبن بيقدر ياخذه المريض، يعني اوقات بيفكروا انه اللبن كمان بيعمل اسهال، وهذا الشيء مش مزبوط، اللبن بالعكس كمان بيساعده للمريض، الحليب بنوقفه اجمالا وبنركز على الشاي. يعني بيقولوا اللبن بيعطي نشاط وبيطهر المعده. مزبوط، وبيساعد كثير المعده خاصه اذا كان عم ياخذ انتي بايوتكس بهالوقت، كمان بيساعد كثير البكتيريا الموجوده بالمعده تتقبل اكثر هالعلاج هيدا. نعم. فبهالطريقه بنكون عم نساعد المريض. بيقولوا كمان اوقات لازم الشخص المريض ياخذ الشاي مع الحامض. هل هيدا معتقد صحيح ولا كمان غلط؟ لا كمان غلط، مثل حياة لمعتقدات ثانيه، يعني اوقات بيفكروا انه اذا شربوا حامض على الريق او شيء سخن على الريق معقول يخسروا من الدهون او معقول يفقدوا من الوزن. بهالطريقه ما بنكون عم نعمل شيء الا عم ناذي معدتنا. فكثير مهم اكيد الشاي اكيد وحده منيح، الحامض وهالاشياء كلها ما بتاثر يعني. نعم. كمان بيرافق الحمى مشاكل بالمعده، هون كيف لازم نتوقع؟ حكينا عن الاسهال، بالنسبه لغير اشياء اجمالا في انزعاجات معينه معقول مثل يعني اضطرابات الامعاء ممكن. مزبوط، اللي هي اكثر شيء يعني قليله شوي من الادويه، يعني بهالطريقه الاشياء اللي معقوله تضايقه من الاكل، يعني الاشياء معقول تعمل له غازات او شيء كمان بنوقفها، يعني الحبوب وهالاشياء. يعني هون كثير بتكون الشغله حسب كل شخص كيف هو بيتفاعل مع هال، يعني اجمالا الاضطرابات اللي بتصيب المعده او المسران قليله شوي بحالات الحمى الملطيه، ولكن بغير اشياء هي اكثر شيء الاسهال اللي حكينا عنه. نعم. عاده بشكل عام كيف الشخص بيتفادى انه ياخذ البكتيريا من الاكل؟ البكتيريا بتتنقل بكذا طريقة، من الأكل وطبعا كمان من الإيدين، من المسارة وقتها بيكون أشخاص عم بتدق بالمسارة تشتغل بالأكل. فكتير مهم ننتبه لكم شغلة، رح نعطي كم نصيحة للمشاهدين. أول شيء وأهم شيء هو غسل الإيدين من بعد حي شيء عم نعمله، من بعد ما يمكن نفوت على الحمام وعم نشتغل بالطعام، أو من بعد ما نكون عم ندق بحيوان معين ونشتغل بالطعام، كتير مهم وأساسي نغسل إيدينا، ومش نغسل بس بالمي، بالصابون المعقم او بالمعقم العادي. فكتير مهم اول شيء غسل الايدين، وبكتيريا كمان بتقعد تحت الضفير، فكتير مهم غسل الايدين. بننتقل لتاني شغله يلي هي الخضره والفواكه. تعقيم الخضره والفواكه اساسي خاصه هلا بايامنا، لانه ما بنعرف شو بيكونوا عم بيحطوا او شو معقول يقطع الخضره والفواكه. فطريقه كمان هينه لتعقيم الفواكه، في اشخاص ما بتحب تستعمل الحبوب يلي بتشتريها من السوبر ماركت تتعقم هالانواع من الماكولات. فطريقه كثير هينه، كلنا بنعرف انه الخل هو معقم طبيعي، فبس مش هيك نحطه بحيالة طريقه. اجمالا بنحط كل 3 لتر مي بنحط لهم كبايه خل، وفعلا بنكون عم نقتل كل انواع البكتيريا، يعني عن جد الخل هو معقم طبيعي ممكن يقضي لنا على كل البكتيريا. فكثير مهم تعقيم الخضار والفواكه. شغله كثير اساسيه كمان، البكتيريا موجوده كثير باللحوم والدجاج والبيض. فاوقات كثير وقت نكون عم نطبخ طبخه معينه او تكون موجوده بالفريزر، يعني اوقات بنخزن اللحمه او الدجاج بالفريزر. نجي نحن بنشيلها وبنحطها على الطاوله، نتركها ساعتين ثلاثه وبعدين نجي نطبخ تدوب. هيدي اكثر طريقه معقول تتكاثر فيها البكتيريا. فنحن بنعطي 4 طرق اجمالا للشخص يدوب هالاشياء. اهم شيء واحسن شيء دغري ننزل هالشغله على البراد، لانه البراد هو حرارته اقل من الثلاجه. فبهالطريقه بيكون عم بيدوب بلا ما تكون عم تتكاثر البكتيريا. طريقه ثانيه كمان فينا بالمايكرويف، طريقه ثالثه فينا تحت المي السخنه. او المايكرويف ما بيضر بهالطريقه؟ لا ابدا. او فينا مثلا دغري نستعمل الشغله ونحطها دغري على النار. فهول 4 طرق كمان تنتفادى تكاثر البكتيريا باللحمه والدجاج. واخر شيء اللي هو كمان شيء كثير مهم، وقت نستعمل لوايح اللي بيفرموا عليهم خشب، اجمالا في لوايح خشب ولوايح بلاستيك. هاللوايح على كثره الاستعمال بتصير تعمل مثل جور. هالجور هي اكثر محلات بتعبي فيها البكتيريا، فاول ما نحس انه هاللوحه شو بنصحهم للمشاهدين؟ شو بنصحهم لنا هون؟ لوايح خشب ام بلاستيك؟ هلا اجمالا الخشب والبلاستيك اثنيناتهم بيتجرحوا، هو الازاز اكيد احسن شيء لانه الازاز اجمالا ما بيتجرح كثير نحن وعم نقص فيه، بس يلي بده يستعمل الخشب او البلاستيك بيقدر ساعتها هون اول ما يحس انه هاللوحه بلشت شوي تتغير او تنتزع بيقدر يشتري لوحه جديده. فكتير مهم هون كمان تنظيف اللوحه من بعد الاستعمال، والاهم انه ما نستعمل زيت اللوحه للخضار والفواكه ولا الدجاج واللحمه. فلازم يكون عندنا على القليله لوحتين، لوحه للخضار والفاكهه الاشياء النيه، يعني الخضره اللي معقول دغري ناكلها،
ولوحة للحوم والدجاج وهالاشياء الثانيه، لانه في شيء اسمه كروس كونتامينيشن، يعني احنا مثلا اذا حاطين بالبراد او عم نقص خس بدنا ناكله دغري بالسلطه، بينما الدجاج واللحمه بدنا نطبخ فيها، البكتيريا الموجوده باللحمه النيه دغري بتنتقل على هالاشياء ونتناولها، وهون بيصير عنا العوارض، يعني معقوله كثير من وراء حيلا بكتيريا معقول ناخذها. نعم ميرا بدي اتشكرك، واكيد المعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها لنا وللمشاهدين، رح بيكون لنا لقاءات ثانيه معك. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا، ملتقينا بيكون بكره بنفس الوقت.